النمسا تدعو إلى زيادة العقوبات على صادرات الأسلحة الإيرانية. وزير الداخلية يدعو إلى ترحيل اللاجئين إلى المناطق الآمنة في سوريا. تقرير يكشف عن صعوبة دمج 17,000 لاجئ في فيينا. السجن والغرامة لسوري اغتصب قاصرة في تيرول. ومحكمة تبرئ شاب من تهمة الإرهاب والانتماء لتنظيم بيكيكي. الثلوج الكثيفة تقطع الكهرباء عن 3,000 منزل في شتايرمارك. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا في نشرة هذا اليوم الكثير من القصص والأحداث وإليكم تفاصيلها. أكد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ في لوكسمبورغ على أهمية التواصل مع الشركاء الإقليميين في الشرق الأوسط لوقف التصعيد الخطير في المنطقة. ودعا شالنبرغ إلى توسيع نطاق العقوبات على صادرات الأسلحة الإيرانية لتشمل عمليات التسليم لوكلاء إيران والصواريخ البالستية في سوريا والعراق ولبنان واليمن. وقال شالنبرغ: سنحت لي الفرصة لقاء الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية السعودية، واتضح جليا ضرورة وقف سياسة التصعيد المتبادل، ونحن بحاجة إلى كل الأصوات العاقلة في المنطقة. دعا وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر لإعادة تقييم الوضع في سوريا التي تشهد حربا أهلية منذ فترة طويلة حسب وصفه، وذلك في اجتماع وزراء الداخلية الناطقين بالألمانية في مدينة بازل السويسرية. وشارك في الاجتماع وزراء داخلية ألمانيا وسويسرا وليخنشتاين ولوكسمبورغ، حيث تمت مناقشة جهود مكافحة الجريمة المنظمة وتهديدات الفئات المتطرفة. كما أكد كارنر على التعاون الحدودي في مكافحة الجريمة، وأشاد بتحسن السيطرة على تهريب البشر، ودعا إلى ترحيل اللاجئين إلى مناطق آمنة في سوريا. أعلنت وزارة العمل النمساوية عن تصاعد الصعوبات في فيينا بسبب كثافة لم شمل أسر اللاجئين، حيث يشكل الأطفال الفئة الأكبر. وأكد مدير مكتب العمل يوهانس كوبف العبء المتزايد على فيينا، حيث يجتمع 3/4 اللاجئين فيها، وأظهرت الإحصاءات أن ثلث طلبات اللجوء في الربع الأول كانت لأطفال دون سن 7، ما يتسبب في مشاكل في المدارس. ويشكل السوريون المجموعة الأكبر بـ 4,335 طلبا في العام الجاري من بين 7,000 طالب جديد، فيما تم رفض 30% منهم. أصدرت محكمة تيرول حكما بالسجن لمدة 4 سنوات ودفع غرامة مالية قدرها 5,000 يورو على لاجئ سوري يبلغ من العمر 23 عاما بتهمة اغتصاب فتاة سورية قاصرة في مدينة إنسبروك. وأدانت المحكمة المتهم الذي حكم عليه بالسجن دون قيد أو شرط ودفع غرامة للضحية، فيما استخدم الشاب العنف لإجبار الفتاة البالغة من العمر 14 عاما على ممارسة الجنس 5 مرات، وكانت الضحية والجاني يعرفان بعضهما البعض، وحاولت الفتاة الهرب عندما أقدم الشاب على التحرش بها داخل الشقة وهددها بالقتل إذا أخبرت أحدا بما حدث. برأت محكمة كلاكنفورت رجلا كرديا من تهمة الإرهاب والتي اتهم بها لمدة 10 سنوات عندما كان مراسلا لحزب العمال الكردستاني المحظور بيكيكي. ونفى المتهم الاتهامات حيث وصف روايته بأنها غير متماسكة بعد أن زعم في البداية انضمامه للبيكيكي في 2006 وتقديمه رسائل سرية، ومع ذلك غير شهادته لاحقا وقال إنه اختلق القصة للحصول على اللجوء في النمسا بسبب ظروفه المعيشية السيئة ليبرأ بسبب الشك، ويمكنه الآن التقدم بطلب لجوء جديد في النمسا. تسببت موجة البرد المفاجئة في شتايرمارك في العديد من المشكلات، حيث عملت فرق الإطفاء على إزالة المركبات العالقة والأشجار المتساقطة بسبب الثلوج.
وعلى الرغم من عدم تسجيل حوادث مرورية خطيرة بسبب المنخفض الجوي القادم من إيطاليا، إلا أن انقطاع التيار الكهربائي أثر على حوالي 3000 منزل، حيث من المتوقع إصلاح معظم الأضرار مؤقتاً بحلول منتصف اليوم، فيما قامت فرق الإنقاذ بعمليات إنقاذ في جنوب شتاينمارك، حيث سقطت الأشجار وانزلقت السيارات بسبب الثلوج. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولا تنسوا مشاهدينا تحميل تطبيق إنفوغراد على هواتفكم. كنت معكم أنا أدهم الليجي، أطيب الأوقات، إلى اللقاء.